السلام عليكم، خير بربي، شحالكم؟ ياك لاباس، ياك خيرك، معكم باس، ياك العافيه. يا خوتي، هو هذا الحمار اللي عاد يفرغ على دميه هو بالاهل. الى عاد يا خوتي اهله خالدين سكنوا حمارهم، والى عاد بالاهل يا الناس يا المسلمين ادفع اخبارهم للولايه والشرطه، خلا تقبضوا ولا تقتلوا هذا كل الحمار. ما تلقى يشير يحرك ولا راه قاعد يروغ الوتات ويروغ الواقيج. هذا احنا بالله بشرى مات الحمار، هذا اللي احنا بالله بشرى باسو، هذا ما يقدر يصح اخباره، ما تم ذنبته ولا يتم مهمول. ذا الحمار عند واهل يسكنوه يدركوه يديروا سلسلة، والله يا مؤمنين طلعوا اخباره للشرطة مولي تقبضوا تقتلوه، والله تدركوا عندها ولا تسكنوا. هذا ما يقدر يصح، هذا يروغ الوتات ويروغ التركة ويروغ الواقيج. التركة مساكينة صغيرة ما تفتح المدارس وتدافع، وهي قاعدة محتاجة المدارس تفتح، التركة دافع عليه عارفة مين تقيس. هذا ما يجمع عليه وذا يصبر، اللي عاد باهله يجازيهم ويسكنوه، واللي عاد باهل مولي يلا نعرف له شو مولي ولحق اخباره للولاية والشرطة، سكنوه ولا تقتلوه. كل اللي يبغى هذا ما يعدل، ما تعدلوا كاع المسلمين، عدلوا حد ثاني. ايه ما يقدر صح يا اخواتي، ما تلاقي حد يقدر يقدوه في لغه الوتات العافيه وغير الواقيج. وهذا احنا بالله بشرى ما محمر. لا بسم الله الرحمن الرحيم، احفظنا احفظكم بس واصل فيه بس. ايه حبيبكم وسهلا كاملين. السلام عليكم ياك لاباس، ياك الخير، ياك معكم باش طاري فيكم ياك الله الخير. شوفوا هالشعار عموه على البلديات، اللي باقي يعقر كلبه والله يعقر مشه يرفدها الصبح ويقيس بيها بلاصة بلاصة البيطاري، البيطاري مقر البيطاري في الولاية. الباقي مش تعقر هي ولا كلبه، إلى حقها البيطارة راه جايتها الصبح بعثها من النصارى لا يدق. إيه هذا راك محمود، لا حد فارغ شغلته قطعانه، لا حد بلاهم في الدنيا ولا في الآخرة، رافد كلبه يدور يعقرها. يلا يعطيهم يسرى العمر. يلا منصوح قال لا حد عنده كلبه، لا حول ولا قوة، ما خالق شمهم اللي يجوا ليهم ولا ليلة كلاب ولا نواصل يعقرهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، يا أعوذ بالله الخير. السلام عليكم كلنا، موريتانيا الحبيبة. هو قاع بريريش هذا جاء على ياسر بلو يامس، والله البارح والله اليوم، هذا قاع شنو باباكم وامكم وتحرقكم وعطيتوا بناتكم للجنينارات وعدلتوا وكذا. هذا قاع هو من منين حكوا لحبالي لا بغات البوليزاريو تعطيه مناتها قاع للحمير وتولد منهم وتنسل منهم. هذا هو فيه من منين ومن منين حكوا الحبل يا بريريش؟ تقد فضتك ما تكثر منه، وانا راني في المغرب تك، اذا بنك في المغرب انت في فرنسا سمعت ممنوع لك تدخل المغرب، وعلاه تقول ذا الكلام وتفوه به الدور؟ يا كانك تضمن دخولك للمغرب، نحن ضمن ما جايبين خبرك بالريش. راهم حدايا فرنسا جايين، راه الناس عارفه انت بلاصتك وعارفه علاش. سمعتني وكات الراجل اختك وديها في راسك، راهي الناس تعرفك قبال. سمعت وما غادي لك في اللي بغى يعطيه مناته للجنينارات، واللي بغى يعطيه مات للنصارى كاع، انت فيه من منين؟ شوف انت شو انت ش عاطي دراك في فرنسا؟ ياك مالك عاطي منتك والله اختك والله. شوف كاع انت ش داير في فرنسا وتقدر انك تكثر الكلام وتعدل الاوديات وتضمن دخولك وتضمن حريتك تسدر بها في المغرب، يا غير ما هو بذا، غير ما هو بذا. اعطي اتساع شوي لراسك، راهي احسن لك بالريش، احسن لك بريريش.